الشوط العشرون الخاص بالقعدان اللقاية ومن مسافتنا الخمسة كيلومترات الحاضرة في هذا الصباح ضمن وتحديات هنا محلنا الثامن، وعلى بركة الله نسير مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز وننطلق هنا مع البداية ومع أول المراكز. هنا أول المراكز، هنا غزوان الشجاعة منطلق مع أول المراكز، حسين بن علي بن حسن، أو هنا حسن بن علي بن حسن المطوي على أول المراكز. ثاني الأسماء وثاني التحديات وصل هنا القادم مخلف بشعار علي بن سعد بن جابر النابت المري. ثالث المراكز هناك من الجانب الآخر دينار بشعار سعيد بن علي بن سعيد آل بريص المري. وفي رابع المراكز وصل هنا مدلل بشعار محمد بن حسين بن محمد الجرحب على رابع المراكز. خامس الأسماء وصل هنا القادم على خامس المراكز ذيبان بشعار فيصل بن ناصر بن عبد الله الجبر النعيمي هنا على خامس المراكز، لكن حصل تسلل من قبل شاهين بشعار مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين على خامس المراكز. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة. وأعود إلى المقدمة وإلى الصدارة غزوان الشجاعة هناك على البداية وعلى أول المراكز حسن بن علي بن حسن المطوي هنا على أول المراكز وعلى البداية الأولى. ثاني الأسماء وثاني الشعارات هنا قادم ومن انطلق مخلف علي بن سعيد علي بن سعيد بن جابر النابت المري هنا على ثاني المراكز. ثالث المراكز غادم دينار بشعار سعيد بن علي بن سعيد آل بريص المري هنا على ثالث التحديات. رابع الشعارات وصل شعار مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين هنا مع شاهين على رابع المراكز. خامس المراكز وخامس التحديات هناك على خامس المراكز، هنا شعار بن جرحب على خامس المراكز وعلى خامس التحديات هنا على خامس المراكز. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نتيجتنا الثانية للخمس المراكز المتقدمة. ولكن أعود مع البداية مع أول المراكز غزوان الشجاعة هنا حسن بن علي بن حسن المطوي هنا على أول المراكز، لكن غير وانطلق هنا مدلل محمد بن حسين بن محمد الجرحب هنا يغير مع مدلل مع أول المراكز. غزوان الشجاعة ثانيا. ثالث المراكز هناك شاهين بشعار مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين على ثالث المراكز. رابع الأسماء هنا قادم مخلف علي بن سعد بن جابر النابت المري. وفي خامس المراكز دينار بشعار سعيد بن علي بن سعيد آل بريص المري. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، لا جديد على الخمسة المراكز المتقدمة، لكن أرى شعارات هناك خلف دائرة النداء والإذاعة قادمة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. هناك قادمون، ولكن أعود مع البداية مع أول المراكز. الله غزوان الشجاعة هنا منطلق حسن بن علي بن حسن المطوي، ولكن الله 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 بدأت الشعارات وبدأت الأسماء. غير شاهين ومشلش بن سعيد بن محمد الخيارين مع البداية مع أول المراكز. ثاني الأسماء غزوان الشجاعة حسن بن علي بن حسن المطوي، وفي ثالث المراكز هناك شاهين أو مدلل على ثالث المراكز محمد بن حسين بن محمد الجرحب. وفي رابع المراكز مخلف علي بن سعد بن جابر النابت المري. وفي خامس المراكز خامس المراكز وخامس التحديات الاسم القادم هنا قادم ومنطلق مرعب بشعار سعيد بن حمد بن محمد الجربوعي، ولكن أعود
يعود مع 800 متر الأخيرة. الله الله الله، هنا شاهين مشلش بن سعيد بن محمد الخيرين، ولكن غزوان الشجاعة حسن بن علي بن حسن المطوي هنا على ثاني المراكز، على ثاني التحديات، ثالث المراكز، ومدلل مدلل القادم بشعار محمد بن حسين بن محمد الجرح أبو في رابع المراكز مرعب سعيد بن حمد بن محمد الجربوع المري. ولكن أعود مع شاهين وأعود مع أبو سعيد مشلش بن سعيد بن محمد الخيرين، غير وانطلق إلى البداية وإلى أول المراكز. الله الله الله، تهانينا والناموس لمالك شاهين، واسعد الله صباحك يا أبو سعيد، واسعد الله صباحك يا مشلش بن سعيد بن محمد الخيرين، تهانينا والناموس وسلام شاهين، سلام تهانينا والناموس لمالك شاهين مشلش بن سعيد بن محمد الخيرين، واسعد الله صباحك يا أبو سعيد. ثاني الأسماء وصل هنا غزوان الشجاع بشعار حسن بن علي بن حسن المطوي في ثالث المراكز، وصل هنا مرعب سعيد بن حمد بن محمد الجربوع المري وفي رابع المراكز، وصل مدلل محمد بن حسين بن محمد الجرح وفي خامس المراكز شاهين سعيد بن راشد بن عبد الله بن قرح. تهانينا والناموس لجميع الفائزين مشاهدينا متابعين الأعزاء، تابعنا وإياكم شاهين والتوقيت الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية هنا 7:32:68 جزء من الثاني. تهانينا والناموس المشلش بن سعيد بن محمد الخيرين ثاني المراكز، آتى هنا غزوان الشجاعة والتوقيت الزمني 7:36:17 17 جزء من الثانية. تهانينا والناموس الحسن بن علي بن حسن المطوي ثالث المراكز، آتى هنا مرعب والتوقيت الزمني 7:39:72 جزء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لسعيد بن حمد بن محمد الجربوع المري، فتهانينا والناموس.